بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يلا يا شباب، الآن معنا النوع الثالث من Boundary Conditions في Chapter 8 Internal Flow أو Internal Convection. لما البايب أو الفلويد اللي داخل جوا هنا يتسخن، مش بواسطة constant heat flux ولا بواسطة constant surface temperature، بل بواسطة هواء حار من برا، بواسطة هواء حار من برا. وبالعكس ممكن نقلبها نقول انه في هواء حار هنا سائل بارد ويتبرد بهواء بارد من برا، يعني ما عندنا مشكلة، يكون العكس. طيب أنا بس عشان أخليكم تشوفون كالمعتاد عندي الإجابة على السؤالين التاليين: كيف هتتغير المين تمبرتشر حقت الفلويد من بداية مدخل البايب إلى مخرجه، والسؤال رقم 2 ما هي الهيت ترانسفير اللي اكتسبها الفلو. من البداية كذا يعني أعطيك إيش حنوصل له في الأخير. لو رسمنا هذا الإكس معايا، وكان هنا درجة حرارة الدخول للسائل، وعندي هنا هذه تي إنفينيتي اللي هي درجة حرارة الهواء، درجة حرارة الهواء من بعيد ثابتة ما تتغير. حقول لك أنا حتتغير بهذه الطريقة. أوكي، حتقول لي سبحان الله يا دكتور شكلها زي السكند باودري كونديشن اللي هو الكونستنت سيرفيس تمبريتشر باودين كونديشن. اقول لك نعم، بتغيرين بسيطين حتشوفها. اوكي، وهذه احدى المسائل اللي عندكم في الهوم ورك. طيب كيف حنسوي الاشتقاق؟ اوريك كيف حنسوي الاشتقاق، والاشتقاق مهم هنا، لكني خلني اخذ قطع، خلني اسوي كروس سكشن الان بس برضو عشان تتخيل. هذه هي التيوب، وهذا الجدار الداخلي حقها. اوكي، وهذا السنتر معايا. الان هنا تي انفينيتي، وهنا المقاومه، وبعدين عندي مقاومه ثانيه، وبعدين عندي مقاومه ثالثه، ونسمي هنا تي ام الداخلية اللي هو في قلب البايب. هذه المين تمبريتشر، وزي ما قلنا بما ان التمبريتشر حقت الهواء الخارجي تي انفينيتي اعلى من المين تمبريتشر حقت الفلويد، فان الهيت ترانسفير بتكون ايش؟ بتكون من الخارج الى الداخل. معايا؟ لاحظا عندي ثلاثة مقاومات الان، عندي واحد على الهيت ترانسفير كوفيشنت الخارجي في الاي اوت، وعندي هنا واحد على H الهيت ترانسفير كوفيشنت الداخلي. اوكي، في الاي اي الاريا اللي هي هذه، والاريا اوت هذه هي، وهذه اعتقد انكم تذكرونها من شابتر 3 اللي هي لن ار 2 على ار 1 على 2 باي ال كي. اكيد اللي حضر معي شابتر 3 واضحه النقطه عنده. اوكي، طيب كيف حيكون الكيو يا شباب؟ الكيو من شابتر 3، واذا ما انت فاهم راجع شابتر 3، حيساوي يو اي تي انفينيتي ماينس تي مين. اوكي، وتي مين هنا تراها داله في ايش؟ في الاكس، وليس ثابته زي ايام زمان في شابتر 3. طيب يا مولانا ايش هو اليو اي؟ برضو اديك اياه من هذا، نسميه الاوفر اول هيت ترانسفير كوفيشنت معايا، و يساوي مقلوب مجموع المقاومات. المقاومة اللي هي الانترنال كونفكشن الكوندكشن والاكسترنال كونفكشن. معايا؟ هيا الان نبدا بسم الله نسوي الديريفيشن زي طريقتنا المعتادة يا اخوان. ايش نسوي؟ ناخذ لنا كنترول فوليوم ونطبق اللي درسناه ايام ايش؟ ايام الثيرموداينامكس. هيا ها، أباك تأخذ لي كنترول فوليوم. أوكي، والعرض حقه بكم؟ نقول بدي إكس. أوكي، وامشي الآن نرسم الكنترول فوليوم هنا قدامنا
اهو طبعا حيدخلوا من هنا انرجي ويخرج منه من الجهه الثانيه من وراء انرجي. نطبق بسم الله الرحمن الرحيم. ايام نقول ما انرجي كونزرفيشن ايش يعطيني؟ يعطيني العباره المشهوره اي ان ماينس اي اوت حيساوي زيرو. طيب ايش اللي يدخل الان؟ يدخلوا حاجتين يا اخوان، يدخلوا ام في الاتش اي، ايش الاتش اي؟ الانثالبي، ويخرج منه ام في الاتش اكزيت، اخذا في الاعتبار ان هذا كنترول فوليوم صغير جدا مقداره ايش؟ دي اكس. فلما يكون صغير جدا قالوا لك الخبراء الرياضيات اللي شغالين في الاشياء هذه انه الاتش اكزيت بتساوي الاتش انلت زايد تكه بسيطه نسميها دي اتش، تكه بس ديفرنشال اماونت. قلنا ما في مشكله. طيب ايش كمان يدخله؟ قالوا ايه، قال يجيك هيت ترانسفير من برا اللي هو اذا تذكرون يا اخوان اهو يو يو اي تي انفينيتي ماينس تي ام اوف اكس، اهو هذا هو الترانس يو اي دلتا تي. طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم، يلا اي ان حيساوي يو في طبعا غلطت غلطه لو سامحوني، المفروض اني هنا اسميها دي اي. دي اي ليش دي اي؟ لانه هذه انا ادور على الاريا هذه، هذه هي السيرفيس اريا معايا، والسيرفيس اريا هذه اللي هي نقول دي اي سيرفيس حتساوي ايش؟ المحيط في نسميه البارامتر، البارامتر مضروبا في ايش؟ في دلتا اكس. المحيط اكرر مره ثانيه اللي هو البارامتر مضروبا في ايش؟ في دي اكس. ف نكتب هنا دي يلا مضروبة في تي انفينيتي ماينس تي مين اوف اكس. ايش هي تي مين اوف اكس؟ هي درجة حرارة الكنترول فوليوم القطعة هذه، واحنا نفترض انها كل ابوها تقع عند ايش؟ عند مؤفرجة على الراديوس، فهي ايش؟ لها قيمة واحدة. طيب وكمان يدخل كمان ام اي ام اتش اي ماينس انرجي تخرج بواسطة الفلو اللي هي ام اي اتش اي، واللي قلنا بتوع الرياضيات قالوا ممكن نعبر عن اتش اي بدلالة الاتش اي عند المدخل، اتش اي تساوي اتش اي زايد تكة بسيطة، فتصير ام في اتش اي زايد دي اتش حتساوي زيرو. طيب نجي نرتب الان وننظف، اعتقد انكم توافقوني ان التيرم هذا بياكل ايش؟ بياكل التيرم هذا معايا، ويبقى لي ايش من هذا الحد؟ يبقى لي ماينس ام دوت في دي اتش. دي اتش قلنا ايش؟ الانثالبي. ومن ايام الثيرمو يا اخوان الدي اتش ايش كنا نسميها؟ ها سي بي، ها دي تي مين، تمام؟ طيب يعني انت جاهز الان انك تستوعب الخطه الجايه، يو دي اي تي انفينيتي ماينس تي مين اوف اكس حتساوي، ها لاحظ عندي ماينس حيروح على اليمين، حتساوي ام دوت سي بي دي تي مين. الله الله بدت الامور تتنظف شوي. طيب عندنا اشكال رياضي انه داله تفاضليه المتغير حقها تي ام وهنا تي ام، بس عندي من وجهه نظر الرياضيات عندي حاجه يسمونها نان هوموجينيسيتي، هذا ثابت يخرب عليه شغل الرياضيه. ايش يسوون خبراء الرياضيات؟ قال لك دائما نمتصه. ايش يعني نمتصه؟ نقول له ديفاين متغير اخر، نقول ايش تبغون نسميها؟ انا احب الليتر ثيتا، ثيتا اوف اكس
حتساوي تي انفينيتي ماينس تي مين اوف اكس. طيب ايش رايكم ندفرش هذا الطرفين؟ طيب دي ثيتا اوف اكس حيساوي تي انفينيتي يا اخوان ثابته، يعني لما دفرشها بزيرو، وهذه ماينس دي تي مين اوف اكس. طيب وش ايش تبغى يا دكتور؟ بوريك انا. ايش رايك نرجع نعوض هذه هنا مره ثانيه، وهذه نجيبها هنا، عفوا هذه ايوه نحطها هنا. شو ايش بيصير الان؟ يلا يو دي اي هذه بسميها البارامتر في دي اكس انتو ها الان تي انفينيتي ماينس تي مين اوف اكس تساوي ثيتا اوف اكس، وبلاش القوس هذا، حتساوي ام دوت سي بي دي ثيتا اوف اكس، ولا تنسون ان هنا في ماينس فيطلع وين؟ يصير هنا. الله. اذا يا اخوان انا اجهزكم يا شباب عشان تكون اقوياء في الرياضيات ايضا. لاحظ يا حبيبي، قارن ما بين المعادله التفاضليه هذه والمعادله التفاضليه هذه، زي بعض ما عدا النون هوموجينيتي اللي هنا تي انفينيتي اختفت. طيب نفصل المتغيرات سيبريشن اوف فاريبلز. ايش رايكم دام فضلكم نقول اهو دي ثيتا اوف اكس، ابى اجيب ثيتا اوف اكس هنا، ممكن ايوه ممكن، وعندي هنا يو بي تمام على ام دوت سي بي، والماينس تجي هنا، وعندي هنا دي اكس. ايش الخطوه اللي تتليها؟ الخطوه اللي تتليها اللي هو انتجريت، اكامل من فين لفين؟ كامل من، نرجع هنا، كامل من x is equal to 0 اهي الحد x is equal to l او x at is equal to any x، يعني اذا تبغاها general تمام. طيب هنا لما تكون x is equal to 0 التمبريتشر بتساوي ايش؟ tm of 0 اللي هي ايش؟ tmi. وهنا يا حبيبي tm of l حتساوي نسميها tm out، وهذه تي ام اي اساسا هي تي ام اوف زيرو. بالله ركز معي، تي ام اوف زيرو تي ام اي وتي ام اوف ال حتساوي تي ام اوت، لاني احتاجها فين؟ في التكامل حقي الان. تمام؟ تمام. طيب كيف التكامل هنا يا شباب؟ طبعا ممكن انا اقلبها كذا، تكامل هذا باللين، والدي اكس تكامل الدي اكس اهو، خلوني اسوي تكامل الاكس از ايكوال تو 0 الى جنرال اكس معايا، وهنا التكامل من فين؟ من تي ام اي الى، خليني اكتب بخط صغير شويه، الى تي ام اوف اكس جنرال، ابغى جنرال. طيب هذا حيساوي، وجيبه هنا، يصير عندي لين ثيتا اوف اكس على ثيتا اوف 0 حيساوي ماينس يو بي على ام دوت سي بي في ايش؟ في اكس. ايوه. طيب ايش ممكن نسوي؟ ايش رايكم ناخذ ايش؟ اكسبوننشال للطرفين. اذا خذيت اكسبوننشال للطرفين فاللين حتطير. طيب ممتاز. وهذه اهو ابغاك تركز معايا، ثيتا اوف اكس من التعريف هذا ايش هي؟ تي انفينيتي ماينس تي مين اوف اكس، وثيتا ات اكس از ايكوال تو 0 هي تي انفينيتي ماينس تي ام اوف 0، وتي ام اوف 0 هي ايش؟ تي ام اي، فحتكون تي انفينيتي ماينس تي ام اي. هيا يلا نكتب بسم الله الرحمن الرحيم، نقول تيك، نقول تيك اكسبوننشال فور بوث سايدز. طيب لو اخذنا اكسبوننشال حيطير ايش اسمه؟ يصير عندي تي انفينيتي ماينس تي ام اوف اكس على تي انفينيتي ماينس تي ام اي، هذا حيساوي ماينس يو بي اكس اوفر ام دوت سي بي. لحظه غلطت، المفروض هذا يا شباب اللهم صل وسلم عليك يا حبيب الله اكسبوننشال اوف، هيا الله يعينك وتخيل القوس ذا، معلش اوكي خلني اكتبه بطريقه اجمل، اكسبوننشال اوف ماينس
UP over M dot CB into X وهذا إيش سامحونا. الله الله قربنا يا إخوان. لاحظوا إيش كان هدفنا، إني أجيب إيش TM of X. طيب وين هي TM of X؟ أهو شوفها قدامك هنا الآن. أضرب الطرفين في الوسطين، أضرب الطرفين في الوسطين. لو ضربت الطرفين في الوسطين حيطلع لك، بلاش أضيع وقتي ووقتك، حيطلع لك TM of X حتساوي T infinity زايد، زايد ولا ناقص؟ لا ناقص، ناقص T infinity اللي هي المقدار ذا مضروبة في إيش؟ في هذا، في exponential of minus U P M dot C B into X. وهذا يعتبر بحد ذاته إنجاز كبير في الاشتقاق. أوكي لسه ما خلصنا. إذن يا أخوان عرفنا الآن، هذه تحتاجها في الامتحان وتحتاجها في المدرسة، إنه تأتي M of X تتغير exponentially بيش والدالة حقتها اهي اهو هذه طيب لو قال لي واحد طيب انا ابغى TM of L at TM at the exit نقول له حبا وكرامة ما في مشكلة اهو معايا نقول اهو ناخذ لنا نقول ايش at at x is equal to l فان t of t mean of l حتعطيني tm out ايش حسوي فقط الاكس هنا حتتغير حتصبح ايش l طيب l في p ايش تساوي تساوي السيرفس اريا حقت الباي هذا this is l وهذا البي هذا المحيط اذا نقول بسم الله اذا نقدر نقول تي ام اوت اذا انت مركز على التي ام عند المخرج اوكي هنا تساوي تي انفينيتي ناقص تي انفينيتي ماينس تي ام اي اكسبوننشال اوف ماينس يو بي في اكس الان اكس بي ال اوكي اللي هو السيرفيس اريا على M dot CB ممتاز جدا ممتاز جدا ممتاز جدا إذن أقول لك أنا كذا قدرت أجاوب لك على السؤال الأول بقي أجاوب لك على السؤال الثاني أوكي هيا ركز معايا الآن ركز معايا الآن الهيت ترانسفير كيو من أيام الثيرمو تذكرون كانت M dot CB في TM out minus TMI ولحته صح ولا لا صح يا دكتور طيب إيش رأيكم دام فضلكم أغير هذا M dot CB أبروح أجيبه يا أخوان من فين أبروح أجيبه من هنا هيا نرجع هنا الله يرحم والديكم عند الشكل هذا هذه حلوة المعادلة دي هيركزوا معايا بالله عليك هذه ما اقدر ايش اسمه اقول اجيب ام دوت سي بي هنا واجيب هذا في مقام الحد اللي هنا اقول ام دوت سي بي حتساوي ماينس يو وبما ان الاكس بي ال حتساوي اي على لن اها تي انفينيتي ماينس تي ام اوت على تي انفينيتي ماينس تي ام اي لاحظ يا ولدي اني الان بالرغم من هنا اكس شايف كيف لكن اعتبرتها ال فلما صارت ال وانضربت في صارت اي ولما صارت ال اصبحت تي ام اوف ال اللي هي ايش تي ام اوت تمام طيب ممتاز طيب انا الان يا شباب ابغى اشيل الام دوت اللي هنا واحط بدلها مين الام دوت هذه طيب ولا يهمك نقول هذه المعادلة نسميها ستار نقول from star فان اوكي
or from star into okay into here ايش يطلع لنا؟ اي كيو حتساوي ماينس يو اي تمام مضروبا في مين؟ في تي ام اوت تمام ولاحظ تي ام اي. تسألني ليش دفيتها على اليمين؟ بقول لك اصبر شوية على هذه لن ها تي انفينيتي ماينس تي ام اوت اوكي اوفر تي انفينيتي ماينس تي ام اي. الان شوية لعب ماث يا شباب، هذه معكم حق نلعب بالماث شوية. الان ما رأيكم دام فضلكم الماينس هذا ادخله هنا، واذا دخلته هنا اصبحت هنا اصبحت هذه ايش؟ بلس. ما عندك مشكلة يا دكتور. طيب ايش رأيكم يا شباب ازيد تي انفينيتي واطرح تي انفينيتي؟ برضو ما عندي اي مشكلة. ايش تبغى توصل له يا ولدي؟ ابغى احط ابغى اجيب فوق حاجه تشبه ذا وتشبه هذا. لاحظ هنا تي انفينيتي ماينس تي ام اوت، وهذه تي انفينيتي ماينس تي ام اوت. طيب يلا طيب نقول يو اي طيب تي انفينيتي اهي ماينس تي ام اوت وحطها في قوس. طيب خذ هنا عامل مشترك تي انفينيتي ماينس تي ام اي وفروت يا شباب ونقفل القوس عشان بدأت تنظف الشغلة. تي انفينيتي ماينس تي ام اوت اوفر تي انفينيتي ماينس تي ام اي. هذا يا شباب بقراها لكم قراءة صحيحة الآن، بس ركزوا معي. هاي شوفوا، ركزوا مع الله يرحم والديكم. يو اي انتوا عارفينه تمام. هذا وش يقول لك؟ الفرق عند المخرج، الفرق عند المخرج اللي هو تي انفينيتي ماينس تي ام اوت ماينس الفرق عند المدخل مقسوما على لن الفرق عند المخرج مقسوما على الفرق عند المدخل. هذا يسمى بكتبه لكم دلتا تي لوك مين تمبريتشر ديفرنس. وبالتالي هذه تحفظها، وحتى وانت بعد ما يعني تتخرج تحتاجها في شغلك في الصناعة. يو اي دلتا تي لوك مين تمبريتشر ديفرنس. بهذه الطريقة اكون ايش؟ اجبت لك عن السؤال رقم 2 اللي هو كيو حتساوي ايش. اتمنى ان احنا يعني سهلنا عليك الاشتقاق هذا، ولا تستهين فيه تقول الاشتقاق ما له داعي. لا، هذه من الاشياء اللي تحتاجها في الفيلد للشباب الباحثين والمبرزين. في هذا القدر كفاية، وان شاء الله نلتقي فيكم ان شاء الله في حلقة اخرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.